طيب هنتكلم النهارده عن زي ما قلت لحضراتكم عن مباراه امس، مباراه امس كيف فاز النادي الاهلي على الدحيل. كلام هوى؟ لا، كلام ارقام واحصاءات وفيديوهات مع كريم سعيد واحمد ثابت الاثنين. هاخد انا دلوقتي احمد، هنروح مع بعض، يلا بينا. هاخد احمد ثابت ونروح نشوف كيف استطاع النادي الاهلي امس ان يفوز على نادي الدحيل. كاليبرو متقدم. أوكي. وفي جنبه علي كريمي وجنبه كريم بوضياف، ده الارتكاز التلاتة الارتكاز. على اليمين برضو غير الأماكن، احنا كنا دايما بنقول ان دودو هو اللي ناحية الشمال وناحية اليمين، يعني قدامنا التشكيل على الشاشة اهو، كنا دايما بنقول ان دودو ناحية الشمال وادميلسون جونيور هو اللي ناحية اليمين. قلبها امبارح، لعب ادميلسون جونيور على محمد هاني ودودو ناحية علي معلول، وقدام ريح المعز علي وبدأ بأولونجا، فالطريقة بقت 4-3-3. طب مين اللي بدأ باك يمين برضو؟ محمد موسى. مش اسماعيل محمد، محمد موسى عشان دفاعيا المفروض ان هو اقوى من اسماعيل محمد. فدي التغييرات اللي حصلت، هو قال انا هلعب دفاع منطقه قدام النادي الاهلي، هامن يعني اعتمد على الهجمه المرتده. اعتمد على الهجمه بس المرتدة. هو واضح ان السر في الناحيه الشمال، في ناحيه ادميلسون جونيور. لا، في الناحيه الشمال، بمعنى ان دودو لما يعني دودو برده في الشوط الاول والشوط الثاني حتى ما كانش الشوط الثاني دودو دخل كصانع العاب، كصانع العاب، برافو عليه. نزل المعز علي ناحيه اليمين، ده يمكن ده التغيير، دودو دخل كصانع العاب طبعا مكان واحد من الارتكاز، راح مناز محولها 4-2-3-1. أيوه. دودو دخل هنا والمعز علي هنا وخرج اولونجا ونزل المهاجم الثاني اللي هو مونتاري. ده فكره، لكن طبعا هو بدا الشوط الاول دافع. تعال بقى نشوف الصور اللي هتبين لنا ازاي هو بدا. الصوره الاولانيه معانا هنبص نلاقي ازاي هم، ادي بص حضرتك ده الشكل الدفاعي. اولا هم بيدافعوا في وسط ملعبهم، مين الثلاثه الارتكاز دول؟ بسام الراوي، كريم بوضياف، علي كريمي، ده المثلث اللي في وسط الايه الملعب. فيهم واحد نازل لتحت، يعتبر قاعده راس المثلث من القدام بالنسبه للاثنين الاسطبارين، ومن الخلف بالنسبه للاثنين الدفندرين، بالنسبه لكريم بوضياف وعلي كريمي. وطبعا هنا دودو المفروض بيبقى هناك، جابوا هنا وهنا ادميلسون جونيور، وقدام طبعا اللي هو المهاجم اولونجا. تمام، ده طبعا بيلعبوا دفاع منطقه والنادي الاهلي بيحضر. تمام. ده كان الشكل اللي بيبين ان هم بيلعبوا 3 ارتكاز 4-3-3. نجيب الحاله الثانيه اللي معانا، بص حضرتك شوف النادي الاهلي كان بيعمل ده استحواذ، ده الشوط الاول، ده الشوط الاول. أوكي. كلهم في وسط ملعبهم. كلهم في ايه؟ في وسط ملعبهم. ادي الثلاثه الارتكاز، ادي الجناحين، ادي المهاجم اولونجا، ادي النادي الاهلي كان دايما بيستحوذ وبيسيطر على وسط الملعب، وهم بيلعبوا دفاع منطقه متكتلين خايفين من النادي الاهلي. تمام. من الاخر ده الصوره بتوضح كده، ادي الكلام بنفس الشكل. نجيب برده الصوره اللي بعدها، بص حضرتك كام واحد ورا الفرقه كلها، ده ايه ده في وسط ملعبهم كمان، ايه ده تحت الدايره، تحت الدايره كمان. بص ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والحارس، يعني ال 11 لعيب تحت الكوره. النادي الاهلي كان بيدور الكوره، بيحاول ان هو يخترق، وبيعتمد على والتر بوالي، هو اللي كان بينزل يسقط، كان عامل مباراه رائعه امبارح لغايه لما طلع، وده يعتبر انا في وجهه نظري الجندي المجهول في المباراه. والتر بوالي طبعا ده عمليه الايه التحضير في وسط الملعب، وقدامنا العنوان وفريق الدحيل باكمله في وسط ملعب امام هجوم النادي الاهلي. تمام. الحاله اللي بعد كده، بص حضرتك ده بقى اللي عمله موسيماني، ليه النادي الاهلي قدم، حضرتك بتسال ليه النادي الاهلي قدم مباراه بالشكل ده في الشوط الاول، ليه كل الناس بتسال؟ ده الضغط اللي عمله موسيماني، والضغط ده العالي ده المنظم مصحوب بدفاع هاي لاين، مصحوب بدفاع عالي، دفاع عالي يعني كل الخط الدفاع بيطلع ورا فرقته كله. بص حضرتك الضغط ده هم ضربه المرمى، بص هتلاقي ان والتر بواليا رايح، محمد مجدي قفشه مستني من ورا، عمرو السوليه بيتقدم، حمدي فتحي بيغطي العمق، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، وقدام. فشوف الضغط الضغط العالي ده، ضغط منظم ومحتاج مجهود بدني كبير جدا، عشان كده النادي الاهلي تراجع في الشوط الثاني. مظبوط، لان احنا بذلنا مجهود بدني في عمليه الضغط في الشوط الاول كبيره جدا. عشان كده انا كان نفسي كريم برضو ان الهدف الثاني يخش، يعني لو كان الهدف الثاني بتاع بواليا دخل. وانا الحقيقه برضو نعم كنت امنت على طول، كنت امنت، وكنت الشوط الثاني بقيت اكثر اريحيه من اللي حصل. صح، كان هيساعدنا، كان هيفرق كتير جدا، لان كان متوقع ان هم برضو هيهاجموا، انت بتلعب برضو فريق يعني فريق صارف كتير وصارف ملايين وفريق برضو محترم. نعم. ففي نفس الوقت عمليه الضغط ده، الضغط ده هو سر منظور، يعني فكر موسيماني كان في المباراه ايه؟ يعني احنا اتكلمنا على الدحيل، ده بقى هنتكلم على النادي الاهلي، فكر موسيماني ان انا هلعب 4-2-3-1، هلعب نفس لعبي انا النادي الاهلي، اي مدرب تاني كان هيقول ايه؟ انا رايح كاس عالم العب بثلاثه ارتكاز وامن وارجع وادافع من اول ماتش.
صح ولا لا؟ كان اي مدرب كان يقول لك كده، افكر كده بحيث ان انا برضو في بلعب في كاس عالم وامن والعب. هو جوزيه ما عملش كده بس ماشي، هقول يعني في أوكي. في مدربين بيعملوا كده، لكن هنا موسيماني فكه عليه هجوميه زي اللي عمله بالظبط في الوداد. اوكي هضغط عليهم انا النادي الاهلي، هستحوذ، هعمل اكبر. بس في الوداد جبنا جونين، نفس الفكره برضو، اعتمد على خطا ان خطا مدافع وادر بوالي قطعها لحسين الشحات سجل. نبص على عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي في الشوط الاول، كان كام تمريره؟ 354 تمريره مقابل 140 تمريره للدحيل. استحواذ نسبه النادي الاهلي في الشوط الاول كام؟ 72%. اوكي 72% مقابل 28% لنادي الدحيل. يعني شوف حضرتك، ده بياكد الارقام، بتاكد الاستحواذ. فكر موسيماني ان انا هستحوذ، هضغط ضغط عالي، هحاول ان انا سرعه افتك الكره عشان افضل دايما مستحوذ وتبقى الخطوره عندي. احاول استغل خطا او اعتمد على اختراقات الاطراف تحديدا من الجبهه اليسرى، تحديدا اللي هي جبهه علي معلول. هنبص للصوره اللي بعد كده برضو، هنلاقي ان زي ما قلنا برضو ضغط عالي مصحوب. بص حضرتك، ده تغيير موسيماني في الشوط الثاني لما نزل اكرم توفيق، حول طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-2-1. ثلاثة ارتكاز، ادي اكرم توفيق اهو، وادي عمرو السوليه، وادي اليو ديانج. اوكي دي الثلاثه، لان احنا كنا بادئين ب 4-2-3-1. هو طلع حمدي فتحي ليه؟ مش عشان الانذار، عشان انذار حمدي طبعا فتحي. عشان الانذار قدم مباراه كبيره جدا، عنده دقه تمريرات عاليه جدا، فدي برده من الثلاثه الارتكاز اهم. وادي ناحيه اليمين كان محمد مجدي قفشه تحاول كجناح يمين، وقدام طبعا كان صلاح محسن وبرده كان حسين الشحات، وخرج ونزل برده صلاح محسن. تمام. نيجي بعد كده للصوره اللي بعد كده، وده من وجهه نظري الجندي المجهول في المباراه هو ولتر بواليا. ولتر بواليا انا شايفه قدم نفسه، قدم اوراق اعتماده في المباراه اللي بتاعه امبارح دي، رغم ان هو ما سجلش او سجل وما اتحسبش بسبب التسلل. واحد من افضل اللعيبه فعلا، النادي الاهلي اكتسب مهاجم جيد جدا امبارح. انا مش عارف موضوع التسلل ده برضو، مش عارف فيها شك، مش عارف بصراحه، يعني انا ما اقدرش اشوف، لان الحكم من وجهه نظري يعني هو عمل حاجه برضو غريبه، الحكم في النص كده لما وقف الملعب عشان التغيير. دي حاجات انا اول مره اشوفها في حياتي، لكن انا بتكلم بقى على النواحي الفنيه الثانيه. لا ما كانش وحش صح، بس ولتر بواليا واحد من اهم مكاسب المباراه، فعلا كسبنا مهاجم محترم، مهاجم في عمليه الضغط على الخصم. انت معلش، اولونجا ده هداف الدوري الياباني جاي بكام؟ تقارن ما بين اولونجا وما بين بواليا. بواليا امبارح تعب الثلاث مساكين، بيلعب على ثلاث مساكين ما كانوش قادرين يطلعوا بالكوره. مظبوط، بسم الله ما شاء الله، حاجه في الالتحامات والافتكاك، كمان ليه دور مهم قوي في عمليه الضغط، وليه دور دفاعي ان هو بيرجع يشتت الكوره وعايز يجيب جون بس وعايز يجيب، وتحركاته ممتازه جدا. هو كان دايما واخد تعليمات من موسيماني بايه؟ بالحركه ناحيه اليمين، ناحيه يمين النادي الاهلي اللي هو الشمال في المساحات دي، بحيث ان انا اقدر اطلع عليه. طب هو ليه نزل مروان مكان بواليا؟ ليه نفس الفكره دي؟ عشان انا محتاج مهاجم اطلع تارجت عليه تارجت. بواليا في المستين دي المهاجم، يعتبر من المهاجم الوحيد هو يعني محمد شريف عنده الميزه دي. أوكي. ان هو الاثنين مهاجم محطه ومهاجم متحرك، كورته حلوه قوي وفي نفس الوقت جسمه قوي. وبيعرف يلتحم، بيعرف يضغط على الخصم. يعني بص حضرتك، ادي الكوره اهي قطعها، بينت دوره. لو جبنا الصوره اللي بعدها تبص الخريطه الحراريه اللي انا بتكلم عليها، تحركات ولتر بواليا. بص الخريطه هي النقطه الصفار ده، او نجيبها هنا طبعا، هنا في الكورنرز اللي تحت دي كورنرز، ده دور دفاعي، دور دفاعي كورنرز اللي بتكلم عليه. هو دايما واخد القائم القريب. اوكي دايما واخد القائم هنا. بص حضرتك هتلاقيه دايما رايح ناحيه اليمين، واخد تعليمات ان هو يروح ناحيه اليمين عشان انا اطلع عليه. عشان تطلع على مهاجم قوي. اوكي بص الصوره اللي بعدها برضو، ده طبعا دي برضو لو جبنا حاله البيرو بتاعه بواليا، اول حاله معانا في البيرو، هنلاقي ان ولتر بواليا ازاي النادي الاهلي كان بيطلع عليه ازاي. عمليه التحضير، هتلاقي ان هو معالي معلول بيلعبها له، وبواليا بياخد الكوره وبيحضرها وبياخد فاول. اوكي ازاي اسحب فرقتي لقدام، ده الدور بتاع بواليا. وكان ليه برضو دور دفاعي مهم. يعني لو بصيت حضرتك على ارقام بواليا، لعب 71 دقيقه، صنع هدف اسيست اللي هو بتاع حسين الشحات، كان اللي هو الاساسي، هو قطع الكوره وبظاها ليه حسين الشحات، كان الكوره ميته. تمام. هو اللي احياها. تمام. الحاجه الثانيه ان هو صنع فرص. طب بالنسبه للالتحامات، ارقامه قدامنا على الشاشه اهي، صنع فرصه، صنع هدف، لمس الكوره 22 مره في 71 دقيقه، محاولات على المرمى 1، فاز بالتحام ارضي 3 من 7. وفاز، هي بقت ارقامه، فاز بالتحام ارضي 3 من 7. فاز بالتحام هوائي 2 من 3. حصل على 3 اخطاء، ده الدور المهم، ان بيعرف يجيب فاول في اماكن نقدر نطلع عليها لقدام، نسحب فرقتنا لقدام. دور دفاعي شتت الكوره مرتين،
الصحيح بتاعه مره وارتكب ثلاث اخطاء، ده دليل على القوه البدنيه ورخامته مع المدافعين، ازاي بعرف اجيب منهم فاولات، ازاي بعرف التحم، دي حاجه مهمه جدا. ايوه ولتر بواليا واحد من المكاسب المهمه جدا. طيب تمام، نيجي للاثنين اللي بعد كده المميزين جدا، قلبين الدفاع، هم فعلا قلبين، ايمن اشرف وبدري بنون. بصراحه بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا، ربنا يكملها لهم. بسم الله ما شاء الله، يعني بدري بنون وايمن اشرف. ايمن اشرف واحد من ايام جمعه وشادي وعماد، والله جمعه وشادي وعماد وسعد سمير ورامي والكلام، بصراحه لا بدر وايمن عاملين شغل كويس قوي، الاثنين لعيبه كوره كويسين قوي، الاثنين بيعتمدوا على التوقع، يعني في كوره ايمن اشرف لما رجع وعملها براسه كده كانت جون، دي كانت جون، بس دي برضو ذكاء مدافع، ازاي بتوقع الكوره جايه مجرد لمسه وهعمل مجرد لمسه للشناوي، دي حاجه ايمن اشرف انا بعتبره افضل مدافع في مصر في اخر سنتين، بس مش واخد حقه اعلاميا. الناس حاطه في دماغها ان هو مساك، لا مش عشان ان هو ظهير ايسر، مش عشان هو ظهير ايسر لما لعب مساك هو بقى افضل من المدافعين الموجودين في مصر. مظبوط، والله واحد من افضل المدافعين في مصر. لا والتيك اوف بتاعه كريم برضه، نعم لا التيكوف عالي، يعني انت بتقول المعز تقريبا طوله 100 حاجه و80 100 اواخر الثمانينات، يعني صحيح. ايمن اقصر بكتير، ولكن المدافع بيستغل الذكاء، ان انا النهارده ممكن طولي ما يساعدنيش ان انا اخد الكره الهوائيه، ولكن ممكن استغل الذكاء ان انا طبعا اخد الكره قبليه، يعني انط قبليه، وهنا قرار من المدافع، رغم طبعا ان اولونج في الشوط الاول حاول ان هو يبعد تماما عن بدر بنون، عن بدر وراح لايمن. هو عايز طبعا، هو كان عايز يلعب على ايمن اكتر من يلعب على بدر بنون، طبعا انك تلعب على مدافع طوله 174 سنتي افضل من انك تلعب على مدافع طوله فوق 190 سنتي. طيب خلينا نكمل يا دكتور، اتفضل. بدر بنون معانا برضو، ليه حاله بيرو ازاي؟ طيب خلينا نبدا بحالات البيرو الاول، اتفضل. ماشي اتفضل. دي اول حاله، دي بدر بنون ازاي؟ بص كانت هنا، كان ادميلسون جونيور عمل العرضيه، عدى محمد هاني وعمل عرضيه خطيره جدا، ازاي بدر بنون بيبقى واخد القايم القريب؟ كانت برده واحده من الكور المهمه جدا اللي قطعها بدر بنون في الحته دي، كانت برده في توقيت حساس. لا وخلي بالك كمان الكره دي بتخش جون على طول، وانا بطلعها ممكن تيجي في، ممكن تقلش وتخش جون، صح. لكن التركيز وان هو يطلع ببطن رجله دي بره، خلي بالك هو مطلعها، عمل تاكلينج بتطلعه ببطن رجله يطلعها بره، مش سهله، صح. انا كنت مدافع لان انت وشك للجون، ممكن تجيبها في نفسك، كنت تجيبها سهله قوي، صح. دي واحده من الكور اللي دايما انا بحترم المدافع اليمين اللي ياخد القائم القريب، دايما المدافع ده يبقى ترجع على القائم القريب، والمدافع ده يبقى على القائم دي تبقى غلطته لو المهاجم سرقه على القائم القريبه ودخلها جون. طيب بدر بنون بيتمركز بشكل كويس جدا. ناخد اللي بعد كده، نبص على ارقامه تحديدا. اتفضل على الارقام. بدري بنون، اتفضل. بدري بنون هو اكتر لاعب في الفريق عامل تمريرات صحيحه، 68 تمريره صحيحه بنسبه دقه 64.4، ادي لمس الكوره 83 مره، اكتر لاعب في الفرقه لمس الكوره معلول. بدري بنون 83 مره، شتت الكوره 4 مرات، هو اكتر واحد شتت الكوره، اكتر واحد بيعمل بلوكات، بيمنع تسديده مؤثره، وعمل بلوك في اكتر من كوره مرتين لان هو برجله واسع. طبعا التمريرات الصحيحة 68 تمريرة صح من 72، نسبة دقة عالية قوي بسم الله ما شاء الله، 94.4%. نبص بعد كده برضو على، في حاجة مهمة، التمريرات الطولية، عامل 6 تمريرات طولية منهم 4 صح. يعني أيمن أشرف عامل تمريرات طولية أكتر بس مش 4 صح. نسبة دقة التمرير الطولي 66.6، ارتكب اخطاء صفر، هو ما ارتكبش ولا اي خطأ. حلو الرقم 66 و66 من 100 ده رقم جميل، 4 على 6. ارتكب اخطاء. في ميزه في ارقام بدري بنون وايمن اشرف، ان الاثنين ما تمش مراوغتهم ولا مره، والاثنين ما ارتكبوش ولا خطا. دي دليل ان الاثنين كرتهم حلوه جدا، والاثنين مش سهل مراوغتهم، وبيعتمدوا على التوقع، وفي التحضير ممتازين جدا، سواء بدر بنون او ايمن اشرف يستحقوا بصراحه التحيه، واستحقوا نجوم المباراه امبارح، سواء ايمن اشرف الاثنين، ومعاهم محمد الشناوي. مظبوط، محمد الشناوي في واحده انقاذ جامد جدا بتاع ضربه الراس اللي في الاخر، في واحده وقعت من ايده طبعا، ولكن طبيعي في الاول لسه ما كانتش الدنيا بعد كده ولا كوره، بسم الله ما شاء الله. هو بدا كان لسه بدا يتعود على الاجواء، بعدين المستوى بتاعه عالي قوي في اخر الماتش، هو ده اللي كان مهم بالنسبه لنا. طبعا عامل 6 سيفز منهم 5 انسايد ذا بوكس، يعني 5 داخل الصندوق، ودي صعب على اي حارس ان هو يصد 5 من داخل الصندوق. طيب دي ارقام مهمه جدا برضو لمحمد الشناوي، يمكن هو عدد الانقاذات 6 من داخل الصندوق 5، واستخدم البوكس 1 والتمرير الطولي 1 من 12. في حاله تانية برضو الولتر بواليا على البيرو، لو استعرضناها ازاي النادي الاهلي كان بيطلع عليه، ولو قدرنا نجيبها،
وبرده معانا ارقام الفرق ما بين الارقام. هي دي الحلقه اللي بقول لحضرتك عليها. بص هتلاقي اللي احنا اللي لابسين في الصوره الازرق علي معلول بيطلع الكوره، بص بوليا هيعمل ايه. احنا كنا مضغوطين في الوقت ده. يعني انت الشوط الثاني كنت مضغوط. فعلي معلول بيطفش الكوره بس بيطلعها كده، بوليا هيروح ياخد الكوره ويجيب لك منها فاول. ده دور مهم جدا، ازاي انا اخفف الضغط على زمايلي. يعني واحد من المهاجمين الممتازين جدا، واحد من المكاسب المهمه، هو ناقصه التسجيل وان شاء الله هيسجل في البايرن. اللعيبه الممتازه لو لعب جداً. طبعا طبعا. بص حضرتك علي معلول كمل، لو كملنا تمام. الكره اتطفشت وطلعت، وقف عليها، وقف عليها يعني. وقف عليها وبرده خدها ناحيه اليمين زي ما قلنا في الخريطه الحراريه ان هو بيتحرك ناحيه اليمين، واخد منها فاول وسحب الفرقه لقدام. تمام، ده دور مهم جدا. بعد كده معانا بقى الفرق ما بين ارقام الشوط الاول وارقام الشوط الثاني. تمام، دي حاجه مهمه جدا برده. النادي الاهلي قدم شوط اول نموذجي، وارقام الشوط الثاني مش وحشه، يعني هي في المحاولات هم اكتر مننا، لكن كان في ميس باس كتير طبعا. هنشوفه في الارقام. ارقام الشوط الاول الاستحواذ بتاعنا 72%. 72%؟ هم 28. يعني فعلا الارقام فرق كبير جدا. التمريرات 354 تمريره، منهم 312 صح. هم عاملين 140 تمريره بس، منهم 100 صح. نسبه دقه التمريرات بتاعتنا اعلى بكتير، 88%، هم 71%. المحاولات الاثنين 4-4-1-1 اللي هي جت جون من حسين الشحات طبعا، واحد برده ما ننساش دوره امبارح، تسديده ولا اروع، وبسميه المونديالي لان ده تاني هدف ليه في المونديال. داخل الصندوق دي حاجه مهمه جدا، المحاولات اللي جوه الصندوق والمحاولات اللي بره الصندوق. أيوه. اللي جوه الصندوق النادي الاهلي عمل محاولتين من 4 ومحاولتين من بره الصندوق، يعني أوكي. احنا كان عندنا تعليمات ان النادي الاهلي بيشوط من بره كتير. واضح. ديانج شاط واحده، حمدي فتحي واحده، حسين الشحات واحده. من بره الصندوق اهو الدحيل واحده بس، النادي الاهلي 2. العرضيات النادي الاهلي عمل 5 في الشوط الاول، والدحيل 5 في الشوط الاول برضو. الالتحامات هم كانوا اعلى مننا في حته الالتحامات سواء في الشوط الاول طبعا عشان دوار، عشان الضغط، عشان الطول وعشان الضغط. الدحيل 23، الاهلي 17. شتت الكوره طبعا عشان زي ما حضرتك قلت الضغط، ان الشوط الاول النادي الاهلي شتت الكوره 3 مرات بس. ايوه، هم شتتوا الكوره 9 لان الضغط كان عليهم. تعال نشوف بقى ارقام الشوط الثاني. احنا قلنا الاستحواذ كان كام؟ كان 72% في الشوط الاول. الشوط الثاني 52%. نزل كتير جدا، نزل وهم عالي كتير جدا، بس في نفس الوقت برضو ما كناش اقل من الدحيل، يعني هم ما كانوش مسيطرين علينا في الشوط الثاني اكتر في الارقام، يعني هم 48 الارقام متقاربه. ليه؟ لان موسيماني كان بيعتمد ان انا هستحوذ واحاول اضيع الوقت اكتر. تمام. التمريرات 250 مقابل 226، يعني فرق حوالي 30 تمريره. نسبة دقة التمريرات اهي قلت 82%، كنا الشوط الأول 88. هم علت، كانت 71% بقت 81%. قربنا من بعض. تمام. المحاولات صحيحة، هم بقى في الرقم الحلو ليهم الشوط الثاني ان هم راحوا كتير، راحوا 12 محاولة في الشوط الثاني. اوكي. مقابل النادي الأهلي راح 3 بس. اوكي. من داخل الصندوق 8 هم من ال 12 و4 من بره الصندوق. النادي الأهلي الثلاث محاولات في الشوط الثاني 2 منهم من بره، كانوا تسديدات أكتر. من بره الصندوق. نكمل برضو العرضيات، هم عاملين 14 عرضية في الشوط الثاني، ده برضو رقم كبير. العرضيات بتاعتنا في الشوط الثاني 4، هم طبعا لان طبيعي ان هم هيعملوا تغييرات، حولوا طريقه اللعب ل 4-2-3-1 في الشوط الثاني، وبداوا راح منزل اسماعيل محمد يعمل طرف ويحاول ان هو يعوض النتيجه. فاز بالالتحامات برضو هم 13 اعلى مننا. شتت الكوره النادي الاهلي بقى في التشتيت في الشوط الثاني اعلى لان الضغط كان علينا في الشوط الثاني اكتر، فشتت الكوره 11 مره مقابل الدحيل 4 مرات. تمام، مين اللي كسب في الاخر؟ النادي الاهلي طبعا. طيب التاريخ، التاريخ لا يتذكر الارقام. لا الارقام كويسه وكل حاجه، ولكن التاريخ لا يتذكر، اصله احنا الشوط الثاني كنا احسن من الشوط الاولاني طبعا. والمش يعني الكلام ده الحقيقه طبعا كلام مهم واحنا بنتكلم فيه وناس ثانيه بتتكلم فيه، ولكن في النهايه انا من وجهه نظري ان التاريخ لا يتذكر، يعني بعد 100 سنه ربنا يدينا ويديكم العمر، بعد 100 سنه مش هتلاقي حد بيقول لك اصله الدحيل الشوط الاول كان الاهلي كسبان الدحيل وكان افضل، والشوط الثاني اصله الدحيل كان كويس. لا، هو في الاخر الاهلي سيلاقي بايرن ميونخ.